يقول السائل: هل يجوز للمرأة إزالة شعر يديها ورجليها؟ نعم، لا بأس بذلك، يجوز للرجل والمرأة إزالة شعر البدن، إنما الممنوع في حق المرأة إزالة شعر الحواجب، في حق الرجل إزالة شعر اللحية، هذا هو الممنوع، وما عدا ذلك شعر الجلد، الذراعين أو الساقين أو الصدر، أو يباح للإنسان أنه يزيله. نعم.